فير بلاي، نحكيو على انديتنا في المسابقات الافريقيه. معنا سامي العروس اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي، نحكيو معاه على مقابله ترجي غدوه ضد مولديه الجزائر. سامي اهلا بك. اهلا بك سلام، اهلا مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك سامي. دونك مقابله هي الثانيه لترجي في دور المجموعات غدوه، كيفاش تشوف الماتش؟ كيفاش تشوف الماتش سامي؟ تقريبا نجم نقولوا اول مقابله رسميه كبيره شويه، نقولوا قويه شويه بين زوج فرق، يعني مؤهلين باش يترشحوا، كل واحده طامعه باش ترشح الدوزيام بلاس ولا البريمير بلاس. الترجي التونسي قدامها فرصه كبيره باش تجيب نتيجه باهيه من الجزائر، على خاطر احنا في المقابله الاولى رابحين، هم في المقابله الاولى متعادلين. مش لما الضغط صحيح، المشكله انه الفالور نتاعنا ما نجموش نقيموه بالشامبيونات نتاع تونس، والفالور نتاع الفرق الافريقيه ما نجموش نعرفوها بالضبط قريبه وبعيده، يعني هذيك الفلو، الحاجه الفلو اللي قاعده موجوده في فريق الترجي. لكن اللي نعرفه هنا اللي يكون يسير الكل يقول لك فريق السنه معناتها تجدد تحسن، ماشي في بالي اخرى ينجم يتحسن برشا. واللي نفهمه انا في الكوره زاد نعرف اللي المقابلات تتبدل، يعني كل ما يطلع الفالور نتاع الكيب ادفيرس كل ما تظهر زاد الفالور نتاعك، انت تنجم زاد تخرج امكانياتك وتنجم تخرج الفالور نتاعك وتنجم تعمل مقابلات كبيره. لذلك احنا نستناو بالملاعبيه هذوما الجدد والملاعبيه القدوم اللي عندنا باش يخرجوا احسن ما عندهم ويعملوا مقابله كبيره، على خاطر تنجم تقول المقابله هذه لازم تصعب عليك الشامبيونات، يعني انت عندك بعد دو ماتش سكسيسيف مع الزمالك، يعني اللي وروتور باش تحدد فيهم زاد الفالور، باش تحدد فيهم زاد البلاسمون تاعك، يعني بريمير بلاس ولا دوزيام بلاس، يعني لازم تقول زاد مقابله عندها قيمه كبيره برشا في التروا بوان تاعها. او موا ما نخسروش، باش نخليو حتى الكيب هذيا الجزائريه ورانا باش نجموا الباركور نتاعنا يكون صحيح وما نجمش نلعبوا تحت الضغط. احنا تويكا اللي كلي في دينا اللي في يعني التاثير نتاع كيفاش باش تجاري، يعني البول هذايا في يدك بريمير بلاس، نجم تكمل في بريمير بلاس، نجم تكون اسهل لك لو كان تجيب يعني نتيجه طيبه من الجزائر. تو نحكيو شويه على الملاعبيه، ما عرفتش الاسئله نتاعك شنو هو تكتيك ولا كيفاش، نرجع بشوي بشوي. باهي الغيابات، اول سؤال هاو باش يجيك على الغيابات، برشا غيابات في تشكيل الترجي غدوه في الدفاع. توغاي اللي كان اساسي باش يغيب على المقابله، بون الفيدا ماهوش اساسي برشا ولا وين باش يغيب ايضا ولا يعتمد عليه في بعض المقابلات معين الشعباني، فما غيابات كمان في التشكيل. صحيح ثم غيابات، لكن اللي يعرف الترجي من قريب اللي الغيابات هذه ماهيش تاثر برشا، خاطر عندنا اليعقوبي موجود زاد في الاكيب، موجود في المقابلات نتاعو، يعني نستناو منه زاد باش يكون احسن معاوض باش يعاود توغاي اللي هو زاد خسرناه تسمى، خاطر شد ثنيه نتاع مع شد ثنيه في بلاصته معناتها وعوض بالكدا زاد حتى اليعقوبي وخذا بلاصته، لكن ان شاء الله زاد اليعقوبي يعدي مقابله كبيره. كيف الفادع تروا سمان يعني، لكن هي الاصل البريمير بلاس هذيك الموجوده لل يعني النجاز، يعني هو اللي يلعب تروا في المقابلات الكبيره، هو اللي قاعد يلعب، هو اللي قاعد يعني يلعب اساسي. القدام عندنا كيفاش نقولها، عندنا يعني سواء كبير، عندنا ملاعبيه يعني كلهم حاضرين تقريبا، الهون يرجع، البدري موجود، تيجي موجود، خالد زي اللاعب الجديد موجود، لافون سونتر الخنيسي موجود، لي تروا بيفو نتاعنا كوليبالي موجود، بن رمضان دار لي كان بن رمضان دار لي غايب على خاطر عنده دار لي ورق صفر ولا اي دار لي يعوض الشعلاني، وعندنا بن غيث. يعني الغيابات ماهيش كبيره برشا، بس لازم نقول لك انا باش تعطي فالور ولا باش تدخل الجروب في دوت، اما الغيابات نجموا نعوضوهم وماهيش باش تاثر كما نقولوا احنا. شنو هي التشكيله اللي انسب سامي تشوفها؟ تاخرت علينا شويه انت وقت الاخبار خلط، جست حبينا ناخذ التشكيله المناسبه من عندك اللي تشوفها المقابله غدوه. تقريبا اليعقوبي و وش اسمه ديري بدران في الدفاع، اي على اليمين نكاز، على اليسار كيف كما ينجم يلعب شتي، كما ينجم يلعب زاد البلايدي الصغير نتاعنا بن حميده، برشا طالبوا بن حميده اساسي، اي نجم تكون حميده قاعد ماشي في بالي طالع عند الكورب نتاعو باهيه عاليه، يعني حتى في المقابله الاخرانيه
كان سبب في بونتو في السنتراج معناتها عدى مقابله كبيره زاد مع القروان وهذيك هي المشكله انه قيت التشكيله اي اللي هو بن حميده كان نجم نكملوا معاه خيرا نصور خير كوليبالي خاطر حسيتنا بالدفاع وبالبيفو اكسيال القوي الشعلاني نجم يكون معاه بالغيث الهوني البدري وافون سونتر خالد ونقعد نتبعوا تيجي ونقعد نتبعوا بالخنيسي في الشانجمون تاعنا يعني في الدفاع ولا ليغارديان بالمصفى موجود يعني التشكيله هذه هي يعني نصور التشكيله ماهيش تبعد هكا معناتها واضح 4 3 3 افيك 3 بيفو افيك 3 اتاكون وان شاء الله يا ربي تكون يعني نتيجه ان شاء الله فيها. بالتوفيق ان شاء الله ممثل تونس حبيت تكون معنا اكثر سامي للاسف ان شاء الله المناسبات قادمه الاخبار مع فادي وتركوا بعد راجعين مكملين في بلاي حط المطلق تونس على خاطر مع بعضنا نزيدوا في القيمة ومعاكم وبيكم نكملوا ثنية إكسبريس أف أم تودكم بهدية وتعطيكم الفرصة باش تزيدوا تعرفوا بمشاريعكم وشركاتكم بعث مشروع جديد وإلا من سنين خدمت وتعبت وفي القيمة زد احكي لنا في فيديو قصيرة على تجربتك وإكسبريس أف أم فاش عاونتك كلمة بمعلومة